صباح الجمال او مساء الجمال على حبايبنا الجمال. والنهارده طبعا الفيديو المنتظر اللي وعدتكم بيه وهي المفاجاه اللي كنت بجهزها طبعا للعيله كلها. اوعى تقول امسك لسانك. من امبارح انا ومحمد بيتين مع محمود عشان خاطر المفاجاه اللي هو بيجهزها معانا لاولاده ما تتحرقش. احنا من امبارح ماسكينه لان العيله كلها محمود لسانه فالت حبتين وهو ممكن وقاعدين في قعده حلوه بضعف والله وشويه تسالي سحر تزن عليه على ودان قول يا محمود يوم قايل لها. فاحنا قاعدين عشان نمسكه. وطبعا اروى مستعده للمفاجاه صح؟ جاهزه؟ وسحر طبعا بصوا بقى بقالها 48 ساعه عماله تقول له وحياه امي. لا مش 48 ساعه من اخر فيديو احنا منتظرين المفاجاه الثالثه. بس كان زاد شويه امتى؟ اخر 48 ساعه. لا ومش كده وبس، ده هي راحت لمين بقى؟ راحت لحسن لما لقيت مفيش مني رجا راحت جاي رايح على حسن. سمع اوس النهارده بقى يا جماعه هنغير التشجيعه بتاعتنا للناس اللي بتحبنا وبتحب احترامنا لنفسنا وهنديهم زغروته جامده قوي من سحر عشان الناس كلها بتحبنا واحنا بنحبكم. نشكر حبايبنا طبعا على دعمهم القوي لينا وثقتهم فينا. المفاجأة. طبعا احنا بنشكر كل الناس اللي دخلت دلوقتي من قبل ما نتفرج وبتدعمنا وضغطت لايك للفيديو كبير. عايزين يا جماعه بعد اذنكم 2 مليون بقى نوصل محمود وسحر ل 2 مليون يا لا جماعه. لا اقول لك على حاجه بقى، حاجه جديده لانج. المفاجاه دي في مفاجاه تانية وراها ومفاجاه تانية والله والله في مفاجاه قويه جدا جدا هتنزل قريب عندي برضو ومش هقول عليها دلوقتي توقعوها في التعليقات. واللي كان متوقع المفاجاه بتاعت النهارده يقول انا كنت متوقع صح. والمفاجاه الثانيه هتبقى عندي حوارات يبقى كده معانا مفاجاتين انتظروهم هيبقوا من العيار التقيل لان احنا انتوا عارفين لما بنقول في مفاجاه فلازم مفاجاه تبقى ايه نازله كده. انا ممكن اقول حاجه لو سمحت؟ انا عايز اقول حاجه بس انا محتاج ايه نمسك الهدوء شويه ولا لو سمحت يا جماعه احنا عايزين كلنا احنا محتاجين نتكلم ده لا بيقول لك ايه نمسك الهدوء والعقل كلام مش بمحله سيطر عليه احنا محتاجين نقول لمحمود دلوقتي وسحر والعيله كلها احنا اللي معاشرين محمود وسحر اكتر من الصحيح تعتبروا معاشرينهم برضو عارفينهم كويس ولكن احنا اكتر فمن حكم معاشرتنا من حكم ان هم اخواتنا فهم طيبين قوي ويستاهلوا كل خير. تشجيع بقى لمراد حسن الكلام حلو عندي. تشجيع من النار 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 والله انت نازل العسل. يلا بينا عشان نلحق عشان لسه قدامنا سفر بينا وبين المفاجاه حوالي 120 كيلو. هو احنا هنخرج معاكم؟ لا انتوا بقى تستنوا هنا وهنتصل. والله هنتصل يعني احنا عملنا كل ده عشان في الاخر تيجوا معانا. هنتصل عليكم اول ما نقرب بخمس دقايق تلبسوا وتجهزوا ونيجي بقى نيجي لكم ولا انتوا اللي احنا اللي هنجي لكم؟ ماشي يلا بينا. انا عايز اقول له لمحمود ولاولاده والسحر ان هم كلهم تعبوا عشان خاطر يوصلوا للمرحله اللي هم فيها دلوقتي. اكيد اللي بيتعب بيلاقي اكيد طبعا. فهم قرب يقول يلا هم كلهم العيله كلها هنا عائله محمود وسحر كلهم مشاركين في الخطوه اللي هم بياخدوها في حياتهم. تطور ما شاء الله كبير وحلو وكل حاجه تمام. فالف مليون يا في المحك بقى. لا مش هقول عمري ما هقول. لا المشكله مش في المونتاج، المشكله هي مستنيه اي غلطه. ايوه سيب لا هي بالنسبه للناس عارفين، بالنسبه للناس انا بتكلم بس هم عارفين. هم خلاص دخلوا الفيديو فعرفوا احنا بنتكلم على ايه، لكن في الوقت الحالي لايف هي ما تعرفش دي. تمام احنا هنتوكل على الله. هات يا باشا انا ممكن اسوق. ما تعملوش شقاوه، جهزوا نفسكم بالسلامه. يلا تاكلوا من بره ولا تعمل لنا اكل؟ لا عادي اي حاجه. لا ناكل من بره. تاكل من بره طبعا. يعني انا لو مكانك انا هغديهم النهارده في فندق الصراحه. يعني لو مكانك اوديهم فندق هيلتون كيمبيني حاجه من اللي هي الجامده قوي دي. يلا يلا توكلنا على الله. السلام عليكم وادعوا لنا مش هنتاخر ان شاء الله. يلا عايزين حاجة؟ سلام يا انجي، سلام يا اروى. هو يا جماعة هيتجننوا ويعرفوا احنا بنعمل ايه. دلوقتي رايحين نستلم العربية الجديدة بتاعت محمود، انتوا اكيد عارفين عادي يعني. فربنا يبارك له فيها وربنا يديله خيرها ويكفيه شرها يا رب ويعيش يا رب ويجدد ويجيب الأعلى والأعلى والأعلى ويبقى أكتر واحد في الدنيا معاه عربياته ومعاه كل حاجة حلوة ما دام بالحلال. احنا النهاردة طبعا اليوم مش عادي صح؟ انت كل يوم بتشتري عربية؟ لا طبعا مش كل يوم بتشتري عربية. ربنا يزيدك وتجيب كل يوم يا عم انا هبقى مبسوط قوي. احنا النهاردة ان شاء الله اول ما نجيب العربية نطلع على محل كده يكون بتاع ورد. ده اساس عشان خاطر احنا نبقى مبسوطين ويبقى في فرحة نحس بحاجة باختلاف. اساس لا الواد حسن ده برند يا جماعة. انا عايز اقول لكم النهاردة ان محمود بسم الله ما شاء الله ربنا يزيده ويبارك يا رب صارف ومكلف من الاخر. شوف يا باشا يعني ابقى واخدكم معايا ومن بلد لبلد وما ريحكوش طبعا
احنا المشوار بتاعنا مشقة كبيرة من محافظة لمحافظة عشان يجيب العربية اللي على مزاجه واللي على كيف كيفه. ربنا يا رب يبارك له فيها كده ويكفي شرها ويبارك للسحر ويبارك للأولاد كلهم يتهنوا بيها. جايب لنا السويت الجامد دوت. انا عايز اقول لكم على حاجة بقى قبل ما اعمل لكم جولة في المكان الجميل دوت. حسن بقى له 3 ايام نايم في الحمام من حلاوة الحمام. اول ما شاف الحمام قال لك انا هعمل البانيو وافك فيه. يلا عبال ما نزعك السويت كده انت وميرفت. لا ان شاء الله يا جماعة انا وميرفت بقى هنبقى في المنضيف بإذن الله. في المنضيف. انا قلت اسمها صح. اه صح. بص يا جماعة ما شاء الله يعني مفيش حاجة افرقكم عليها. صرف وكلف يعني. ممكن بس تسألك في حاجة. والمشوار طويل عايزين نشرب حاجة بعد اذنك. تعالى يا جماعة افرقكم بقى. بصوا. طبعا ده ميكرويف عشان لو معانا اكل. بس احنا معناش اكل. بس محمود لحن علينا وجاب لنا اكل. لا يا باشا هناكل اكل. لان طبعا العربيه لقينا الاجراءات بتاعتها هتاخد وقت شويه. فاحنا قلنا بدل ما ننتظر في الشارع على ما الراجل بيعمل الورق والتوكيل والحاجات دي كلها. فاحنا طبعا مش هينفع نرجع ونيجي. فاحنا من محافظه لمحافظه. فطبعا لازم نستقر في المكان ده ونريح على ما نخلص. وهنستجم برده وهنرتاح وهننزل حمام السباحه وهنبلط. طبعا سحر لما تشوف الفيديو ده تقول لك يا ريت كنت معاكم. فرحانين بالسويت ليه؟ عشان احنا مش متعودين نبات بره. فاحنا فرحانين. لا واحنا اول مره ننزل في فندق. لا احنا ده احنا اصلا على طول بننزل في فنادق. طبعا ده احنا فايزه قوي. احنا نعجبك على فكره يا جماعه. احنا ما بننزلش الا في فنادق وكلها 9 نجوم. مفيش 9 نجوم يا احمد. بيبقوا كام نجم؟ 7 اقصى حاجه. 7 هم 5 يا عم. لا في 7. في 7؟ طب اللي بيتفرج عليا يقول لي في 7 ولا لا في مصر؟ بس ده عجله بتعد. هنظبط الدنيا ونريح ساعتين بالظبط. يا جماعه ما تنسوش عايزين 900,000 تعليق. الف مبروك يا محمود ربنا يكفيك شرها. بس عشان وتقولوا لنا اي حاجه حلوه عشان احنا تعبنا في المشوار. وربنا يا رب يدي كل واحد نفسه في حاجه يحققها. امين يا رب. مفيش شوكولاته هنا في الثلاجه؟ شوف كده ما تفضحناش بقى يا عم. الناس تعرف ان احنا مصرفين. التلاجه دي يا جماعه مليانه شوكولاته وبيرحبوا بينا. يلا هنرتاح بقى شويه وبعد كده نكمل يومنا مع بعض ان شاء الله. يلا يا حسن انت نمت جوه يا حسن اتخبط عليه يا عم. يلا طلع يا ابني. احسن ده انا سوق الهوى لو كان يتساق زي ما كن مولود سواق في المزيكا تلاقيني اداء ما احنا احسن ناس. ده انا بيع الهوى لو كان يتباع زي ما كن مولود بيع ميكانيكي وترزي وتبع احنا احسن ناس. احسن ناس, أحسن ناس. اتصل بقى عشان خاطر ايه مفيش وقت والواحد صراحه جايع المشوار طويل. لو بدا يليل يا مسهل الحال. هم اصلا يكونوا لابسين وجاهزين. انا لو مكانهم هكون لابس من امبارح. ما يعرفوش. ممكن مش يعرفوا ان احنا هنخرج. ما يعرفوش اي حاجه في اي حاجه. الو 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 وحشتني قوي. وانت يا قلبي جاهزه؟ جاهز. لبست يعني والعيال لبسوا؟ لبست. طب بالراحه عشان معانا واحد عازب هنا وحالته بالبله. انت اللي بتتكلم ولا انا اللي بتكلم؟ ماشي اسكت يا لساني اسكت يا لساني اسكت يا لساني. ماشي انا بالظبط 10 دقايق وابقى عندكم ان شاء الله. هطلب منك طلب. خشوا جوه وما تتحركوش من جوه بعد اذنكم. انا كده كده مش هخرج اساسا من جوه. لا يعني انا هفتح البوابه بنفسي وانا اللي هخش وانا اللي هعمل كل حاجه. انتوا خليكوا جوه ما تفتحوش الا لما اخش لكم البيت. ماشي يلا. طيب لا اله الا الله. يلا سلام سلام. الحب ولع في جسمي. يلا بينا بسم الله. توكلنا على الله. طبعا احنا عندنا مبدا في عيلتنا ان اللي بيجيب العربيه ما بيركبهاش في الاول. فحسن طبعا هو اللي ركب العربيه اول واحد. ومحمد هيركبها كمان شويه. لما نيجي نزفه بقى بالعربيه ان شاء الله هنعملها له بقى ايه كلها ورد. كلها ورد شكلها بقى حلو بالورد. كلامي كان صح الحمد لله. هو بيلعب ولا بيندهلنا محمد؟ لا بيلعب. استنى اكون عايز حاجه. ايه يا رج؟ عايز بسبوسه. بسبوسه وكنافه واللي انت عايزه. ما تقلقش. الف مبروك يا حوده. وكله يقول يا محمود مبروك 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 مليون مبروك. انا لسه بقول لهم يوم فرح محمد هملاها لك ورد ان شاء
شعر مخي مش هخلي فيها حته صاج باينه احمر زي بقى احنا الاثنين اهلاويه. طبعا احنا هنخبي حسن هنا عشان خاطر ايه نعرف. انا مستنيك اديني رنه بس قول لي تعالى. انا مش هديك رنه، انت اربع خمس دقايق بالظبط تبقى ورايا. ماشي تمام عشان ما ينفعش ارن عليك. ما عشان لو حد مش. لو حد مش جاهز اديني رنه وخلاص. لا كله جاهز، ما احنا اتصلنا ليه. وانا بقى اكمل انا والبطل. جاهز يا بطل؟ انا جاهز يا باشا من بدري. يلا يا برنس. يلا انا جاهز والله. محمد بيحب في ميرو. لك يا رب. يا ميرو مبروك يا ميرو. مبروك انت على العربيه. الله يبارك. الف مبروك. الله يبارك فيك. يلا يا برنس عقبال ما نزفك بيها يا رب. بقى هتزفنا بيها حدى يا باشا؟ بقول لك هلا لك كلها ورد. مش عارف ليه حبي في العربيه اللي عدى جديد اديها لي يا اسطى حطها هناك. بحب اصورها قوي. متقلقش عليك والله، بس هديت البت ميرفت يا راجل. اسمها البت ميرفت. ده انا هتسجلتك سودا. ده معانا على التليفون. سامع يا ميرو؟ انت بتحبها مني. سامع. ايوه. ليه بتحبني ولا يا بنت؟ انت يا بنت. انت يا بنت. بتقول لي بتقول لي عيوني البنت على طول. ربنا يفرحك يا ميرو يا رب. اطلع قدام بقى عشان هو لما يجي يخش يعرف يخش. احنا هنفتح البوابه واجهزهم وانت تمسك الكاميرا يا برنس. قدم. لا قدم قدام. قدم قدام. لا 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 ما تكلكس. هتكلكس هيطلعوا لك. امسك بقى عشان خاطر ايه ده اللي انت عملته. بطل العربيه. ربنا يا اسطى. ربنا يا ترى رد فعل سعر هيكون ايه؟ هي هتسمع الكلام مش هتكره. سحر مطيعه. هي هتسالني بقى بتفتح الباب ليه ولا محمد هيخش؟ شوف اول شوف يا ناس اللي هنا معانا ديو. ورايا 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 بسرعه. قاعدين على نار. ورايا بسرعه. متشوقين. ورا ايه الحلاوه دي؟ يا نهار ابيض. ايه ده؟ صلى على النبي. اول حاجه الله اكبر عليكم. ايه الحلاوه دي؟ ايه رايك؟ 100 100. فخامه. صلى على النبي. احنا مش عايزين نحرق وقت كتير. ماشي. عشان احنا جايين من سفر ساعه ونص رايح وساعه ونص جاي. لينا الاثنين. اول حاجه تغموا عليكم ما تفتحوش غير لما اقول لكم 1 2 3. اهو تمام. اول واحد. يلا يا رب اللي يفتح يسقط. غم عينك. انا كده كده سقطت. عملت ايه؟ عملت ايه؟ مسيتوا كنتوا بتطلعوا كلكم فتح مغمين لحد ما الايه المفاجاه تخش. محمود الفستان بالله عليك. يلا يا سعد ما تقلقيش. بس هقول لكم ايه، البيت سحر بقت مزه جامده. يلا يا ست. يلا اتاخرت ليه يا محسن؟ يلا يا محسن. ادخل يا سمسم. اتاخرت ليه يا محسن؟ محدش فتح. انا هبعد بعيد شويه. يا ما تخافيش والله مفيش حاجه. هقوم جايب لك اسد يعني. صل على حضر الجمال النبي. بس غم عيني. لا حول ولا قوه الا بالله. غم عينك. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم صل على النبي. الولا بيجي. 1 2 3. مبروك 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 عليكم وعلينا. مبروك مبروك مبروك. طبعا احلى بوكي ورد واحلى ورده لحبيبه قلبي سحر. حبيبي قلبي مبروك يا سحر. لا مش عايزين الكلام ده. لا ومش كده وبس. استنى انا لسه ما عرفتش. استنى. صلوا بينا على النبي. الواد ده راكب العربيه دي ماله؟ طب بالنسبه يعني ايه؟ انا ما فهمتش حاجه لحد دلوقتي. هتفهمي كل حاجه بس اصبري واحده واحده. بحب اقول لك محمود ان كلكم واللي انتوا كلكم هتعرفوه ده كله. انت بتحرق على طول. انت كده معلش على طول معلش. على طول بتخش في الموضوع. معلش. بص يا ست اقري ده وانت هتفهمي كل حاجه. لازم انا اقرا؟ عادي ممكن تكتبي. ده من غير ما اقرا. من غير ايه؟ من غير ما اقرا. ايه ده باسمي. هي ايه؟ العربيه الانهي دي. طبعا يا جماعه كلكم فاكرين اول عربيه. لا استنى الاول لسن يكون مزور. مزور العربيه قدامك. لا لسن يكون مزور. لا مش مزور بجد. طبعا يا جماعه كلكم عارفين اللي متابعنا من زمان من حوالي سنتين كده كانت سحر فتحت الحصاله بتاعتها وعملت ايه وجابت اول عربيه انا ركبتها وكان ليها الفضل ان انا اركب عربيه وكان نادر عليا ان ربنا يكرمني وربنا يديني لازم اجيب لها اضعاف اضعاف اللي دفعته وهو طبعا العربيه بتاعتنا كلنا وانا اللي هركبها لكن هي اللي تملكها وهي فلوسها تبقى بتاعتها حبيت انا اجيب غيرها تبقى بتاعتها حبيت انا ابيع لا قدر الله تبقى فلوسها بتاعتها وانا على قد ما اقدر بحب اسعد صح. مبسوطه؟ انا عيط بقى. انت متعادل ايه؟ جسمي كشعر. مبروك يا عوده. مبروك يا سعد. لا ده صعب قوي.
انزل طبعا سحر تعبانه معايا والنبي كفايه والنبي مش قادر الحزينه يا ابني. لا ده النهارده يوم فرح عايزين بقى نكمل فرحتنا ونروح نفرح الحاج والحاجه. سحر مبروك يا سحر بتعادي ان انا جبت عربية ولا عشان خاطر باذنك. لا والله دموع الفرح يا جماعة ربنا يحقق لكل اللي يتمنى حاجة يا رب العالمين يا رب. واحنا وصلنا للمجهود ده بيكوا برضو وبربنا سبحان الله. طبعا عايزة ايه سحر عايزة كروتنا مش عايزة تزغرط للعربية زغرطت لحاسة مش هتزغرط العربية. يلا ادينا واحدة يلا يا ست خد يا تور انت معاكش قدك دلوقتي انت تملكي عربيه تويوتا كرولا خلاص. انا اهم حاجه عندي مش العربيه انا اهم حاجه عندي محمود. حبيبتي يا سوسو حبيبتي يا سوسو الله. طب ما تيجي يا محمود يلا بقى زغرطة بالكروتين عشان نلحق. يلا نروح سيب له الكاميرا وسيب له عيال ولا ناخد العيال يلا الكاميرا على ما تزغرط يلا العربيه واحده كمان بقى للعقد. لا واحده لمحمد وحسن عشان تعبوا معاك ايا كان مش مشكلة. يلا يا تودو يلا حبيبي يلا على الحاج والحاجه بس طبعا يا جماعه عايزين نعمل حاجه هنقول لامك وابوك ان انت اشتريت عربيه. انا اشتريت عربيه نشوف رد فعلهم ايه. هو انا معايا فلوس تاني ما خلاص لسه شاري لسه شاري يلا بينا. طبعا يا جماعه في يوم زي ده وفي خطوه كبيره زي دي محمود بياخدها هو والعيله كلها ما ينفعش ان احنا نكون مش موجودين معاه. ايه رايكم بعد اذنك يا محمود انا هعمل زي ما انت ما كنت بتعمل. تعمل ايه بقى هتعمل ايه كل حسن ومحمد سيبونا دوق كلاكسك سيبني بقى انا دوق كلاكسك اتفرج عليها هتدوق ايه ده بتاعتك كلها. لا انا هدوق كلاكسك لو سمحت زي ما انت ما كنت. ايه رايك نعمل لك فيديو تعلمي فيه السواقه تعليم السواق سويتها سهله اوتوماتيك مش هتبقى متعبه. طيب يعني ايش من اللي انا فيه لو سمحت خلاص وصلوا الفيديو ده يا جماعه ال 100,000 لايك في 24 ساعه واعمل لكم فيديو وانا بعلم سحر السواق وهغلى عزل اللي يعلمها عشان ايه عزل بل طويل شويه عني ده انا ما عنديش قلب خالص انا ضعيف جدا في تعليم السواق ده ما اعرفش ابدا يعني اوتوماتيك سهل. طب يلا بينا مبسوطين يا اولاد فرحانين يا اولاد تشجيع من النار تشجيع من النار تشجيع من النار تشجيع من النار نشهيصهم كده نخش بالهزة بتاعتنا. هلا هلا يلا يا عفروتو هلا هلا يلا يا عفروتو عمالين من شوقي محمود النهاردة نقدر نقول ان هو اليوم العالمي ليه في التشويق.
تعالوا بقى شوفوا المفاجاه اللي انا محضرها. أيوة مش عارفونا. طيب الله اكبر ان شاء الله. طبعا العربيه دي لسه يعني لسه بكيسها. يعني بسم الله ما شاء الله ربنا يديه خيرها يا رب ويفي شرها حاجه كده. لسه اول مشوار ليها. لا بس انا عايز اعرف دلوقتي ده مقلب ولا حقيقي؟ لا فكك يا حود ده الف بركه. يكفيك شرها يا رب ولا حقيقي؟ يكفيك شرها يا رب عند العربيه. والف الف مبروك يا ابني يا محمد. ويكفيك شرها حقيقه والله. حقيقه والله ربنا يبارك له فيها. مبروك يا ام انجي. مبروك يا محمود. انا يبارك لك فيها. المفاجاه الكبيره بقى. المفاجاه الكبيره اعرفكم عليها. محمود كتب العربيه بصحر. فنحب نقول له على اللقطه الجامده ديت نقول له ايه؟ ميرسي. بس لا من النار تشجيع. أيوه. من النار تشجيع. من النار تشجيع. فوق خدوده دخلت مروحه. عملنا فرح قوي يا جدعان. قلبي يا ناس. بص استنى بقى كده عشان خاطر ايه بالمناسبه الجميله ديت كلكم معزومين على العشاء النهارده على تشجيع من النار. تشجيع من النار. تشجيع من النار. وتحيه لمحمود ابني ربنا يبارك له. هات ايدك كده. هو وحمدي ومحمد وجميع ما خلق. امين يا رب. وربنا وربنا معانا. وحسن وحسن ويحيى دكتور يحيى والحاج جاب اللقه والحاج جاب وزياد والنيله ويوسف وانجي وكل دبي كلهم. طب عايز اقول حاجه بقى. الوطن العربي بس عشان في ناس هتزعل. في دول هتزعل. ما انا بدي التحيه لابني واهل الدول العربيه. عايز اقول حاجه يا محمود. قولي حاجه اتفضل. هي خارج النطاق بس انا هقولها ان شاء الله. بما انك هتعزمنا بالمناسبه الجميله دي على العشاء بره في مطعم عايزين نعمل حاجه ونبيعها ونوزعها. ودي تعدينا يا حاج ما انت عارف. ما دي رقم اتنين ان شاء الله. في خروفين جايين. خروف لينا وكلنا وخروف لاهل الله. ايه والله خروف هيقضينا. حلو. بعد كده احنا الابطال عشان الدايت. حلو رضا. تشجيع من نار. تشجيع من نار. تشجيع من نار. تشجيع من نار. يلا عشان انا جوع. قلبي يا ناس اشوف انا بطلع العربيات. يلا نوره النهارده حاجه ما شاء الله. ايه العسل ده؟ فرحانه لاولادي. فرحانه والدنيا مش سايعاني. فخوره باولادك يا امه. طبعا فخوره بينا. يعني يا رب كده يبعد عنكم اي عين وحشه ان شاء الله بامر الله. واي شر وحش هننجح ان شاء الله. وان شاء الله هما بيزقلونا بالطوب واحنا بنعلى. اوبا سافا للنبي بقى. طبعا الاكل بتاعنا الجميل دي لعبتي انا. دي مصمم دي لعبتي. بسم الله الرحمن الرحيم. عايز الموزه ولا الضاني؟ عايز الضاني. الضاني وانتي عايز الضاني. خلاص يبقى الضاني اتفضى عندك. يا سلام. ما شفتش انت اللقطه الاخيره دي؟ دي في قلبي. مش هحربك مش هحربك. هديك التاني. تعالى في التانيه. بص عند الحاج بقى. بسم الله الله اكبر. بسم الله الله اكبر الله اكبر. ادعوا له ادعوا له يعمل بيت ابوه. وكمان ادعوا له يعمل بيت ابوه. ابوه 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 وامه وابوه امه وابوه. خدوا بقى واحده عندكم هنا كده. ايوه هاتها هنا يا حسن. هنا ولا هنا؟ اهي واحده دي سيبها زي ما هي. الملوكيه جت. سفر الملوكيه بقى. الملوكيه جت يبقى سفر الملوكيه. خش يا كبير. تسلم يا كبير. يا سيدي. يا سلام. يا سيدي على الملوخيه. ايه يا برنس؟ لا معرفش بقى دي اللي هشوف خالص دي. اجي انا افتي فيها. يلا ابداوا اكل كله كله. انا وشيف. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا دي التحميله بتاعت حسن افندي اللي بيحبها. دي رقم واحد. دي اول حاجه لازم تبقى موجوده على الصبح. اي حاجه ناقصاكم تاني؟ لا تسلم. شوف الاكل ما شاء الله كتير اهو. بقى انا وشيف. يا زياد يوسف حاجه ناقصاكم؟ لا مش عارف اودي الاصبار. لا مش هتكلم مع مشغول بعد اذنك. مشغول؟ يا نجيره في حاجه ناقصاكي؟ لا 100 100. تمام؟ لا 100 100. ايه تمام؟ ايناس تمام؟ 100 100. ألف أنا وشيف. صح كده تمام كده. حاجة ناقصاك يا سحر؟ سحر سحر إيه قررت إنها تقعد في النص. بحاوليها هنا وهنا وهنا وهنا. أجيب كله. أجيب كل الأكل. يلا وكده يبقى الفيديو بتاعنا خلص. ونشوفكم على خير. مع السلامة. مع السلامة. تعالوا كله. عمال هنسى إن ما يضحكوا عليا.